صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية كالعادة مع المونديال واخر اخبار المنتخب الوطني التونسي مباشرة من قطر. جينا من عند مبعوثنا الخاص اسكندر ابراهيم. صباح النور اسكندر. صباح النور، مرحبا. مرحبا بك مكي، تحية ليك والكل مستمعي موزايك ومشاهدي موزايك. مرحبا بتونس الكل. اكثر شويه من 48 ساعه من بدايه المقابله الثانيه، المقابله المهمه، المقابله اللي تنجم تدخلنا للتاريخ، مقابله منتخب استراليا ان شاء الله الجوله الثانيه من مجموعات المونديال. منتخبنا نجم نقول لك مكي وفيه الحديث وفيه الكلام وفيه التعليقات على مقابله الدنمارك. صفحه وتنسيت مقابله وتنسيت، التركيز منصب كليا على المقابله الجايه مع استراليا، وهذا ما لاحظناه وما شفناه عند الملعبيه والاطار الفني وكل مكونات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. الناس كل حاسه انه بدات تقرب درجه بدرجه للانجاز والتواجد في الدور الثاني. هذه فرصه من الفرص، خاصه بعد التعادل الاول مع الدنمارك وليت ممنا اكثر برواحه المجموعه. وهذا ان شاء الله مشان نجمو نشوفوه نهار السبت ويتاكد نهار السبت. هذا بالنسبه للاحساس، بالنسبه للمسؤوليه لملاعبيه المنتخب الوطني التونسي. كلمتين على البارح على المستوى البدني والصحي، الحمد لله ملاعبيتنا الكل لاباس. اذا نحكي زاد على بشير بن سعيد اللي بدا يرجع البارح، كانت حصه رجع فيها للتمارين بشير بن سعيد، بانتظار انه بشوي بشوي يزيد يدخل في المجموعه ويتعافى 200% من الاصابه نتاعو. زاد كيف كيف اللاعب الياس السخيري المقنع في مقابله الدنمارك، نشوفوه من غير قناع نورمالمون في مقابله المنتخب الاسترالي، بما انه نحى ديجا الماسك نتاعو البارح وتعافى تماما من مخالفات الكسور اللي كانت عرض لها على مستوى الوجه نتاعو. قلنا مسؤوليه كبيره يحسوا بها ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي، ما عاد ما مازال زوز ماتشات ويكون موجود المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله في الدور الثاني. هاو نسمعوا غيلان الشعليلي. مازال قدامنا دو با اخرين، لازمنا نقعدوا كونسونطري. شفنا برشا جرينتا برشا روح من الاولاد، يعطيهم الصحه. كيما قلت لك عندنا ماتش تري امبورطون دون 3 جور، دونك لازم نقعدوا لو كونسونطري ان شاء الله. بيان سور تنزل ترشح، انا ليش نلعبوا نلعبوا على ترشح للدور الثاني، هذاك لوبجيكتيف تاعنا. كيما قلت لك من غير ما نحرقوا لي با، مازال عندنا الماتش هذا نتاع استراليا ان شاء الله نبداو حاضرين لو كيما يلزم. توتي بوسيبل، ما نتصورش الواحد يحط اوبجيكتيف ما يحبش يوصل له. تو عندنا الماتش الجاي هذاك البال كبيره للترشح ان شاء الله، وان شاء الله المنتخب يكون حاضر كما يلزم حق الانتصار ضد المنتخب الاسترالي. بالنسبه لبرنامج اليوم للمنتخب اسكندر، هو فما حصه تدريبيه اليوم مغلقه، لا فما الجماهير بيان سور ولا فما اعلام ينجم يحضر في حصه اليوم. اليوم العشيه ان شاء الله منتخبنا عنده الحصه التدريبيه قبل الاخيره. من المنتظر انه جلال القادر يبدا يجرب، ممكن كان فما خطه جديده، كان فما رسم اخر، كان فما ملاعبيه اخرين، يبدا يجرب في اللي يناسب المنتخب امام استراليا. نشوفوا اش يحافظ على الخطه هي بيده، يحافظ على التشكيله هي بيده ولا لا. ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على الخفايا الحصه اليوم. زاد المنتخب الاسترالي عنده حصه تدريبيه مفتوحه للاعلام، عشان باش يكونوا موجودين من خلال زميلنا محمد علي عرفاوي، باش يكون موجود يرصد كل الاخبار وكل التصريحات اللي تخص المنتخب الاسترالي. عنده ربع ساعه مفتوحه الحصه نتاعو اليوم مع الخمسه نتاع العشيه بتوقيت قطر، مره ثلاثه بالتوقيت التونسي. سينو اذا نحكي على اجواء المقابله، نجم نقول لك لهنا التوانسه الكل ما تسمع منهم كان شكون عنده تذكره، شكون ما عندوش، شكون خذا، شكون ما خذاش، شكون خلط، شكون ما خلطش. الكل يحبوا يكونوا موجودين في الملعب نهار السبت يتفرجوا في المنتخب ويشجعوا المنتخب، ولو انه صعيب ياسر نجم الكل. فما تقريبا 40,000 45,000 اذا نحسبوا الموجودين في قطر مقيمين واللي جاوا من برا، لكن الحاضر يزز ان شاء الله الاصوات الكل تكون موجوده في الستاد وتدز الماكسيموم مع المنتخب نهار السبت، يستمد قوته من جمهوره للمنتخب التونسي. وهذا ما لمسناه وسمعناه حتى من خلال التصريحات كسوا من الملاعبيه ولا الاطار الفني للمنتخب الدنمارك، كسوا من الموجودين والملاحظين لهنا من جميع الاصناف، نحكي على اعلاميين ولا حتى الجماهير وغيره، كلها تحكي على الجمهور هذا اللي قاعد موجود ورا المنتخب نتاعو وقاعد يدز الماكسيموم. ان شاء الله زينا نقولوا للمنتخب الوطني اكثر شويه من 48 ساعه ومقابله الحسم تكون مع منتخب استراليا. نتمنى ان كل شيء يكون حاضر من جميع ملاعبيه، اطار فني، جماهير، كل المكونات المحيطه بالمنتخب الوطني التونسي، كل الظروف تكون عال العال باش نحققوا خطوه هامه وهامه جدا في طريق الحلم نتاعنا، حلم الدور الثاني الاول في تاريخ المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله هذا اللي نتمناه اسكندر. نذكر موعد المقابله نهار السبت مع 11 نتاع الصباح، المقابله هذه باش تجمع المنتخب التونسي بنظيره الاسطوره الاسترالي، واكيد
نستناو تغطية خاصة وبلاتو سبيسيال على موزايك فام نهار السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح. ديما مع المونديال ونعطيكم نتائج البارح في المجموعة الخامسة. مفاجأة وهزيمة ألمانيا ضد اليابان 2-1. ألمانيا بعد ما كانت رابحة 1-0 خسر 2-1 ضد اليابان. المنتخب الألماني كان عمل لقطة قبل انطلاق المقابلة، الملاعبية كموا أفواههم في الصورة الرسمية بعد رفض الفيفا أنه قائد المنتخب الألماني يحمل شارة القيادة تكون فيها دعم للمثلية. بالنسبة لإسبانيا ربحت 7-0 ضد كوستاريكا، إلى حد الآن أعرض نتيجة في مونديال قطر 2022. وفي المجموعة السادسة المغرب تعادلت مع كرواتيا 0-0، وبلجيكا ربحت بصعوبة كبيرة البارح ماتش كبير لكندا، لكن الانتصار البلجيكا كان 1-0 وكندا كانت ضيعت ضربة جزاء تصدي لها كورتوا. بالنسبة للبرنامج اليوم في المجموعة السابعة على 11 تاع الصباح سويسرا ضد الكاميرون، 8 تاع الليل البرازيل تواجه صربيا، وفي المجموعة الثامنة ماضي ساعتين اليوروغواي ضد كوريا الجنوبية، والخمسة تاع العشية البرتغال ضد غانا. في كرة السلة البارح تلعب مقابلة الجولة 12 من البطولة المحترفة، وديليت غرومبيليا ألحقت الهزيمة الأولى بالنادي الإفريقي الموسم هذا وفازت عليه 63-60. شبيبة المنازة خسرت ضد الملعب النابلي 66-67. نجم الساحلي ربح اتحاد الأنصار 83-53. الاتحاد المنصري فاز على الزهرة الرياضية 66-53. وشبيبة القرمين ربحت النجم الرادسي 70-68. في مقابلة متأخرة من الجولة الثامنة لبطولة النخبة لكرة اليد، ترجي ربح نادي كرة اليد بقصور السيف 43-21. ديما مع كرة اليد، 23-24 ديسمبر هو موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة لجامعة تونسية كرة اليد. الجلسة هذه باش تكون في أحد النزل في الحمامات.